مساء الخير عليكم جميعا. يا رب حضراتكم تكونوا بخير. احنا هنبدا بعد دقيقتين ان شاء الله. انا هنجي اشرف، خريجه فنون تطبيقيه المعهد العالي للفنون التطبيقيه 6 اكتوبر، خريجه قسم ديكور وعماره داخليه. جيت هنا عشان اتعلم اكتر في البرامج. انا اصلا يعني انا اهم حاجه عندي المانيوال. جيت هنا حبيت البرامج جدا لان اكتشفت ان هنا في دقه زيه زي المانيوال بالظبط. ليه؟ لان انا هنا تابعنا كل واحد فينا كان بيقعد مع باشمهندس محمد بيتابع مش اونلاين بس، لا هنا بنتابع فيس تو فيس كده، بيقعد مع كل واحد فينا يتابع كل واحد فينا يشوف معاه من اول حاجه لاخر حاجه. كان دقيق جدا، هو طلع كل حاجه مظبوطه، ندرس كل حاجه بالملي، مفيش اي حاجه ما بتتنفذش، كل حاجه بتتنفذ من الاول للاخر. حقيقي اتعلمنا حاجات كتير قوي هنا، اتعلمنا ازاي نبقى كل حاجه تبقى بضمير قوي، كل حاجه تبقى دقيقه قوي. حقيقي كورس جميل جدا. بس عشان الناس تبقى فاهمه ان ده مش صوره، ان ده ملف كامل جواه كل الملفات، وده لي سيستم لازم بنتبعه علشان نوصل للليفل بتاع الشغل ده. بالتوفيق يا باشمهندسه انجي، والف مبروك على الشغل. بعد ما اتعلمت بعد ما خدت الورشه دي على طول جالي شغل، ودلوقتي انا شغاله في فيلا. انا كنت خايفه في الاول قوي ان انا اشتغل، بس بعد الكورس ده بجد استفدت كتير قوي، وبقيت دقيقه جدا في كل حاجه. كل حاجه بقيت اعملها بقيت منظمه فيها جدا، وده اتعلمته من الورشه واستفدنا منه كلنا. مساء الخير عليكم جميعا. يا رب حضراتكم تكونوا بخير. هنبدا المحاضره ان شاء الله. النهارده المحاضره الثالثه، تطبيق النموذج الخامس والسادس. ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص المحاضره هنبقى مع حضراتكم من الساعه 9:30 لحد الساعه 11 بالظبط. ممكن يبقى في نص ساعه زياده على حسب الاستفسارات اللي هتجي لنا في الاخر المحاضره ان شاء الله. وبعد ما نخلص المحاضره هحدد مع حضراتكم ميعاد متابعه في خلال اليومين اللي جايين ان شاء الله. ميعاد متابعه برايفت للناس اللي طبقت معانا الورشه في المحاضره الاولى والثانيه، وبتاع النهارده ان شاء الله هيبقى في متابعه برايفت. هنبدا نكمل بقيه التفاصيل بتاعه الديتكت بتاعه السقف، بلان السقف، توزيع الضباط، طريقه الاخراج السقف في الكيت. ودي هتبقى مفاجاه هنعملها ان شاء الله بعد ما نخلص الورشه للناس اللي التزمت معانا في التطبيق في خلال فتره الوقت. هبدا مع حضراتكم. هنبدا المحاضره. باشمهندسه دنيا علي هتبدا المحاضره ان شاء الله. بعدين باشمهندسه دنيا افتح الشير، هفتح المايك دلوقتي. اتفضل باشمهندسه. مساء الخير يا باشمهندسين. انا باشمهندسه دنيا علي، اتخرجت من كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان قسم تصميم داخلي واساس دفعه 2021. حضرت أكتر من ووركشوب مع باشمهندس محمد بعد ما اتخرجت. اتعلمنا بقى في الووركشوب دي كل الديتيلز بنرسمها ازاي وكل حاجة بنعملها ازاي بالتفصيل. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا في الكلية بندرس طبعا الحاجات دي بس من بره، يعني بنعرف نرسم سكشن، بنعرف نرسم بلان، بس مش بنعرف نرسم الديتيلز قوي اللي جوه. في الوركشوب او الشوب دروينج اللي حضرناها مع باشمهندس محمد اتعلمنا بقى كل حاجه، تجليد الخشب بتترسم ازاي، بتتركب ازاي، بحيث ان احنا كل حاجه نحطها في البلان تكون قابله للتنفيذ. خلوني اوريكم اول نماذج ليا عملتها مع باشمهندس محمد. دي كانت اول وركشوب حضرتها معاه خالص، كانت في 2021 أو 2022 تقريباً، يعني أواخر 21. طبعاً كنت لسه مبتدئة خالص، لسه بتعلم كل حاجة. دي طريقة البلانز اللي اتعلمناها في الورشة. طبعاً بندي لكل حاجة كود، والأكواد دي بيبقى ليها يعني تفاصيل، بنحط الديتيلز بتاعتها بحيث إن إحنا بعد كده نبقى عارفين الدهان ده نوعه إيه وجاي من شركة إيه، الخشب ده هكذا كل حاجة. وبرضو بندرس ممرات الحركة ما بين كل قطعة والحيطة قد إيه، وما بين كل قطعة أساس والقطعة التانية قد إيه، وبرضو إيه المقاسات الستاندرد. برضو كذلك في الأرضيات بندرس الأرضيات وكل حاجة. فده كان تطبيق الورشة الأولى. ده بلان السقف، وده بلان توزيع أسلاك الكهرباء وهكذا. دي السكيشن. بندرس برضو تفاصيل الأبواب، بندرس تفاصيل الشبابيك، كل حاجة بندرسها بالتفصيل
بالمقاسات بكل حاجة. وكمان باشمهندس كان بيتيح ان احنا ننزل المكتب يعني ونشوف الحاجات دي، علشان طبعا كلكم عارفين لما نشوف حاجة غير لما نبقى بنسمع بس يعني. دي كده كانت أول ورشة. دي برضو تاني ورشة كانت وان زون، ده الشيت اللي احنا بنجهزه قبل ما بنبتدي الشغل، في كل البلانز اللي بنشتغل عليها والسكيشن وكل حاجة. ده بلان الكود الأول في الورشة دي يعني. هنا كنا تعلمنا بقى نعمل حصر الكميات، ده بلان الأرضية برضو، كل نوع مستخدم في الأرضيات ايه هو نوعه وايه الكميات اللي أنا محتاجاها والمقاسات بتاعته وبيتركب ازاي وكل حاجة. ده الفرنيتشر، ده السكيشن. هنا هنتعلم دي الورش اللي اتعلمنا فيها التفاصيل بتاعت الأبواب، بنتعلم بنرسم الباب كل حاجة فيه، وبنعرف بيتركب ازاي، الحلق والبر والكالون المفصلات كل حاجة. ده كان باب جرار كان عنده بانوه، وهنا ده باب جرار ما فيهوش بانوه، فيه تجليدة. هنا ده كان الباب اللي هو بيبقى ماشي مع الحيطة، اللي هو ما بيبقاش فيه مسافة بينه وبين الحيطة، رسمناه عادي ورسمناه بانوه. ودي تطبيقات لورش أسقف، دي كانت ورشة السقف المجانية اللي كانت المرة اللي فاتت، دي التطبيقات بتاعتها. ودي ده النموذج اللي أنا اخترت لكم منه الزوم بتاع البيتروم علشان نشرح منه النهاردة إن شاء الله. كمان عايزة أقول لكم إن أنا في الورشة اتعلمت كل الديتيلز، وده ساعدني جدا لما اشتركت في المسابقة بتاعت ديزاين إن إيجيبت، إن أنا أقدر أطلع كل الديتيلز اللي أنا عايزاها وأخرجها بشكل كويس. خلوني أوريكم الشغل بتاعها. أو ده كان أول شغل سلمته في المسابقة، وده اللي كان كسب يعني من ضمن أحسن 50 تصميم. ده الديزاين ككل. طبعا إحنا هنا في الديزاين رسمت كل حاجة، رسمت حتى المفصلة اللي بتفتح الباب، رسمت المسمار، رسمت كل حاجة. هتشوفوا دلوقتي الديتيلز، طبعا الدايمنشنز كل الحاجات دي احنا اتعلمنا ازاي نحطها وازاي نعملها مع باشمهندس محمد. هنا دي الديتيلز بتاعت كل حاجه، بتاعت كل جزء انا مستخدماه. وهنا بقى كنت بدات اشوف الود كونكشنز بتتركب ازاي، المسمار اللي انا مستخدماه هيبقى شكله ايه، المجرى بتاعت الاضراب هيبقى شكلها ايه، الدرج لما يتفك وهكذا. هنا ده شكل المفصلة اللي أنا مستخدماها في المراية وفي ضلفة الدولاب وهكذا برضو. وأوريكم الجزء التاني بقى من المسابقة. ده هنا كان بقى بعد ما خلصنا الجزء الأولاني، طلب مننا إن احنا نعمل سيت كاملة عن للديزاين بتاعنا يعني. خلوني أمر بسرعة كده عليه. ده الدولاب يعني والتسريحة بتاعته، ده السرير برضو، السرير عملته بكل الديتيلز بتاعته، وعملنا الكاتنج شيت، وده الكومود وهكذا. طبعا احنا كل الديتيلز دي اتعلمناها كلها في الورشة، طريقة الاخراج اتعلمناها في الورشة وكل حاجة. دلوقتي بقى خلوني ابتدي معاكم الشرح بتاع النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك يا باشمهندسة، بصوا يا باشمهندسين، باشمهندسة الدنيا هتبدأ. كل لما هتعمل خطوة هي هتقول لخلاصكم لو تمام هقول لكم بس اكتبوا رقم واحد عشان تبقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة، عشان لو في حاجة وقفتوا فيها على حسب الأغلبية هتعيد الخطوة الأخيرة تاني، تمام؟ فبعد إذنكم لو عندكم أي أسئلة بره التصميم اللي هنشرحه نخليها في الآخر خالص، في آخر الجمعة، عشان بس نقدر نوصل المعلومة في وقت قليل، وبعد كده هنرد على كل الأسئلة في الآخر خالص، تمام؟ اتفضلوا يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. طبعا انا اخترت لكم بلان صغنن اهو علشان يبقى فيه توازن يعني في التطبيق ان شاء الله، وعشان كمان يبقى يساعدكم ان شاء الله في التنفيذ. اول حاجه نخلي بالنا منها لما نيجي نعمل نرسم السقف يعني، اول حاجه نبص عليها هل في بيت ستاره للشباك ولا لا. فانا عندي هنا في الشباك لي بيت ستاره من اول الحيطه لحد الحيطه الثانيه، يعني اوريه لكم اهو، شايفين مكمل معايا اهو لحد اخر الحيطه. فخلونا نروح اول حاجه نعملها ناخد اكس لاين ونبتدي نرسم
مكان بيت الستارة. فهنا نعمل مثلا بيت الستارة 15 سنتي، اللي هي هتكون 150 ملي، عشان احنا شغالين بالملي. تمام، هو انا كنت سايبه لكم اصلا مكانه متحدد في البلان اللي اتبعت المفروض. طيب تيجوا نعمل الاول حاجه استاب مع بعض كده قبل ما نبتدي، ان احنا هنعمل سلكشن على كل قطع الاساس اللي موجوده دي ونحطها في لاير لوحدها، علشان لما نخلص الديزاين نشيل الاساس ده اصلا، فنعرف نشوف تصميم السقف لوحده. بس معلش يا دنيا، من غير ما تسيبيها ممكن تعمليها بلوك على بعضه وبس كده، عشان بس فاهمين بس السقف بالترمس، يعني اعمليها بلوك زي ما هو كده مجموعه كلها على بعض دي، دي انتر واعمليها بلوك ترمس كده. تمام اوكي. تمام كده، فاحنا كده اول حاجة عملناها ان احنا عملنا مكان بيت الستارة حددناه. تاني حاجة نشوف هنا بقى، انتوا شايفين السقف هنا كام ليفل او كام مستوى؟ يا ريت تكتبوا يعني في الكومنتس على الزوم. اتنين اتنين، تمام تمام جدا، هو فعلا 2 مستوى. عندي هنا في مسافة لبيت النور، فلتكن مثلا نخليها 15 سنتي، برضو هناخد برضو اكس لاين من عند المحارة اللي ورا السرير. ونعمل لها اوفست 15 سنتي. تمام، أنا كده حددت عندي أهو مكان بيت الستارة بقى واضح عندي، وحددت كمان الفراغ اللي هو ما بين الجبسون بورد والحيطة. خلونا نرجع بقى نبص، احنا هنا الديزاين مقسوم نصين، نص معمول الجبسون بورد والنص التاني معمول خشب HDF. فهنحتاج نرسم 2 بولي لاين للسقف، يعني علشان نعمل كل واحدة بجزء لوحدها. فأول حاجة الخشب ال HDF هنا زي ما انتوا شايفين هو ماشي جنب الكتف اللي جنب الدولاب ده، معدي من جنبه. فإحنا كده بقى الدنيا واضحة عندنا اهي. هنيجي هنا نعمل بولي لاين أو مستطيل، يعني من أول هنا لحد المحارة هنا، لأن زي ما انتوا شفتوا كمان السقف اهو هنرجعه عند بيت بعد بيت الستارة، لأن هو في الديزاين مش مكمل للآخر. هتأذنك بس مهندسة دنيا، معلش ممكن تعملي كل حاجة بلون مختلف عشان هم يبقوا تبقى واضحة بالنسبة لك، يعني وتغير بلون وخطوط العمل بلون تبقى واضحة بالنسبة لك. تمام اتفضلي. تمام بس، وهنعمل برضو بولي لاين للجزء الثاني اللي هو فيه الجبسون بورد اللي هو الجزء ده، هنرسمه هنا. لحد الآخر برضه. هنجيب لون مختلف عشان يبقى باين البولي لاين بتاع الجبس مختلف عن بتاع الخشب. خلونا بقى نشوف الخشب اللي هو ال HDF. هو أنا كان عندي نفس الخشب ده موجود في الأرضية، كان مقاس القطعة الواحدة كنت عاملاها أهو، كنت عاملاها 20 متر في 15 سنتي، ده عشان كان يمشي مع نفس ديزاين الأرضية. فخلونا نرسمها مع بعض كده واحدة اهي. أقول لكم لونها،
فدي بقى زي ما انتوا واخدين بالكم هنا، هو بيجي حاطط واحدة اهي لوح خشب، وجاي من السنتر بتاعه حاطط الجزء التاني بتاعها. فهنبتدي نكرر اللوح ده بنفس الشكل، ناخد منه كوبي ونيجي من البوينت دي نحطها في السنتر بتاعها من هنا، وهكذا هنفضل نكرر بقى ال خلاص. عموما هو زي ما قلت لكم الفكرة ان هو هيبقى كل لوح في السنتر بتاع اللوح التاني لحد ما يعمل لحد ما يكون الشكل كله. نعمل هنا هاتشين، فده بقى عندي اهو الجزء الخشب، والناحية التانية الجزء الجبسون بورد. خلونا بقى نروح نرسم الجزء الجبسون بورد البلان بتاعه. اولا بس مهندسة زي ما دنيا ايوه حد حضرتك مقاس اللوح الخشب قد ايه؟ ما انا قلت لهم 1.20 متر في 15 سنتي الجزء الواحد، وهيفضل يكرره لحد ما يبقى الجزء ده كله فيه الاخشاب. اوكي، الجزء بقى بتاع الجبسون بورد اول حاجة هنعملها نعمل السمك بتاعه. هيكون 2 سنتي اللي هي بتبقى 20 ملي. خلونا نعمله دوت لان الجزء ده اصلا بيبقى مش شايفينه، خليكم الدوت بس شوية. تمام، وبعدين نعمل احنا هنا عندنا في بيت نور، علشان كده هنحتاج يبقى عندنا مراية خارجية ومراية داخلية. فهنعمل offset 10 سنتي، وبعدين السمك 20 ملي اللي هي 2 سنتي. بس زي ما انتوا واخدين بالكم بقى هنا بيت النور في جزء واحد بس، مش داير ما يدور الجبسون بورد، علشان كده الجزء ده هنعمله بس هو يكون مستطيل في الجزء ده كده. بسمك برضو الجبس، وهيكمل للآخر. وبرضو من الناحية التانية هيكمل للآخر. وأخليه برضو بلون أهو، وأخليه برضو دوت لأن هو مش متشاف أصلا. نمسح كده الجزء ده. بس مهندسة دنيا ممكن نوقف ونسألهم لو تمام أيوة لحد لسه كنت هسألهم، لو تمام لحد كده يا ريت تكتبوا رقم 2 على الشات. ايه هو بس في 2 كاتبين لو ممكن آخر خطوة. تمام اوكي. طيب هي آخر خطوة دي عملتها ليه؟ لأن احنا عندنا هنا بيت النور في جزء واحد بس من الجبس، مش داير ما يدور الجبسون بورد. هو ما بيكون داير ما يدور بنسيب اللي هو نفس الشكل لما بنعمله الأوفست. فأنا ليه مسحته وعملته مستطيل بس؟ لأن أنا عندي هنا بيت النور في جزء واحد بس ومكمل للآخر بس. فأنا في حاجة حابب أضيفها على التكملة بتاعت باشمهندسة دنيا. هو في طريقتين اللي هي عاملاها، وفي طريقة تانية إن إحنا ممكن نعمل إكس لاين من بداية بيت النور ونعمل أوفست 2 وبعد كده أمك بيت النور وبعد كده أوفست سخانة. الإكس لاين الأصفر ممكن تعمليها باللون الأحمر بعد إذنك. الاكس لاين الاصفر بتاع بدايه بيت النور، لا الاكس لاين الاصفر اللي في بدايه بيت النور اعملها باللون الاحمر. بدايه بيت النور اعملها باللون الاحمر. الخط الثاني بعد اذنك يا فندم، الخط الثاني انا هعمل الكيس. ايوه الخط الثاني يا فندم، الخط الثاني بتاع بدايه بيت النور، الخط ده، الخط ده يا فندم. تمام، اعمليه باللون الاحمر. تمام، اول حاجه هنعملها يا فندم هنعمل اوبت 10 سم او 15 سم عمق بيت النور، المسافه ما بين علبه المرايه وما بين الحيطه. وبعد كده نمشي الخطوات. اوفست 2 سنتي، اوفست 2 سنتي، كملها الفندسة بعد اذنك، يعني كملي التطبيق عندك بعد اذنك عادي. اوفست 2 سنتي من الخط الاحمر. بعد كده عمق البيت النور 10 سنتي.
بعد كده 2 سم المرايه الداخليه، ممكن توضحي المرايه الداخليه والخارجيه في التصميم عامل ازاي في التصميم ال 3D عشان هم بس يبقوا فاهمين الحته دي. تمام. هو مش عارفه عندي مش باين يعني المرايات، يعني هو مش جايب الجزء بتاع الحيطه ده. طيب في الاسكتش، الاسكتش الجانبي اللي انت عاملاه في الكتاب اللي احنا عاملينها في الاسكتش القطاع الجانبي اللي انت عاملاه في البلان الجاهز، يشوف الشكل تمام. القطاع عشان يبقى هو هنا دي بقى هتبقى ده الجزء ده بتاع المرايه الخارجيه، ودي المرايه الداخليه اللي هي بتاعت بيت النور، والجزء اللي في النص اللي بيتحط فيه الليد لايت بس. فعشان كده دي اللي هي اول 2 سنتي بتاعت سمك الجبس، وبعدين اخدنا منها الاوفست 10 سنتي اللي هو المكان بتاع بيت النور، واخدنا منه اوفست 2 سنتي برضو السمك بتاع المرايه الداخليه علشان يكون ده الشكل بتاعها. يعني هنرسمه برضو دلوقتي مع بعض. تمام كده يا باشمهندسين، ولا محتاجين أرجع تاني؟ لو تمام اكتب رقم 3 بعد النقطة. اوكي اتفضل يا فندم. تمام اوكي تمام. بس احنا كده عملنا مكان بيت النور وعملنا الجبس ومكان الخشب وكل حاجة. هنحتاج بقى نحدد بس الاستنى اغير لكم اللون الاصفر ده طالما مش باين قوي في الشير. هنحدد بقى احنا هنعمل القطع فين الديزاين. هنيجي مثلا نعمل قطع هنا علشان يكون جايب جزء الجبس مع جزء الخشب. نعمل واحد تاني في الجزء ده مثلا، وممكن نعمل واحد تالت في الجزء اللي هو الخشب بس. تمام كده يا باشمهندسين. طبعا خط القطع ده انا بحطه بناء على انا عايزه اعمل او ابين جزء فين في القطع، هيكون في الجبس والخشب في انهي منطقه، يعني مش بحطه بمقاسات، مش بحطه باي اعتبارات غير الجزء اللي انا عايزه اقطع فيه. بس احنا هنا زي ما قلنا ان السقف فيه 2 ليفلز، الليفل الاولاني بتاع الجبس والليفل الثاني بتاع الخشب. خلونا نرسم اول حاجه مع بعض الليفل بتاع الجبس. طيب ثانية واحدة يا باشمهندس. طيب خلونا نرسم أول قطاع اللي هو القطاع بتاع الجبس. بما إننا رسمناه قبل كده أكتر من مرة، هنلف الـ Viewport. تمام كده. هو الجزء بقى بتاع الجبس هنعمل له السقوط بتاعه 20 سنتي، فهيبقى 200 عشان احنا شغالين بالملي. وهنعمل السمك بتاع الجبس برضو 20، هنقول لكم اللون ده عشان يبقى كل حاجة بلون لوحدها. تمام كده. يبقى احنا عندنا الاحمر ده اللي هو الخط بتاع الخرسانه بتاعه السقف، والاحمر ده اللي هو سقوط الجبس وده سمك الجبس. زي ما احنا قلنا هنا في بيت ستاره ودي، فاحنا بقى دلوقتي هنجيب بولي لاين نرسم بيه الجبس. فهو احنا ما عندناش بيت نور هنا، فهي هتبقى بقى من اول الخرسانه هتنزل لحد الاخر، وبرضه هتكمل لحد المحارة الناحية التانية. وهطلع برضه 20 سنتي. تمام. فيبقى ده كده عندنا أول جزء بتاع الجبس، هعمل لكم هاتش ليه.
طيب حابب اضيف حاجه بسيطه بس من ده بعد اذنك. طبعا الناس اللي حضرت معانا المحاضره الاولى والثانيه لو تفتكروا المحاضره الثانيه مع النموذج اللي طبقناه طبعا باشمهندسه رحمه كان في دولاب وعليها كورنيسه، فكنا بنعمل سقوط تحت فوق الدولاب سقوط على ارتفاع الكورنيسه. هنا في التصميم ما فيش سقوط، هنا التصميم من اول المرايه البيت الستاره لحد الحيطه، لان هنا السقف مودرن، فالسقف هنا مختلف عن المحاضره اللي احنا حضرناها بتاعت يوم الخميس اللي فات. عشان السقف هنا مودرن فيبقى عندي المرايه هتبدا من بريت الستاره لحد الحيطه اللي فيها ظهر الدولاب. لو انا عندي سقف كلاسيك ممكن تعملي زوم على الصوره بعد اذنك يا فندم، زوم على الصوره بتاعت التصميم على الدولاب منطقه الدولاب. طيب لو خدت بال حضراتكم هنا السقف فلات مكمل لحد فوق الدولاب، فهكمل الجبتن بورد لحد العمق الدولاب، بمعنى ان انا هيبقى عندي عمق الدولاب 60 سنتي وبعد كده بكمل بقيه السقف الفلات. في التصميم النموذج الرابع اللي كنا مطبقينه في المحاضره الثانيه مع باشمهندسه رحمه كان في كورنيشه فوق الدولاب، فكنا بنعمل منطوب نازل بعد كده نكمل المسطح العمق 60 سنتي، بس المنطوب اللي نازل ده قيمه الارتفاع الكورنيشه اللي موجود في الديزاين على حسب ما انت هتطلعها من الكتالوج بتاع شركه الفيوتك. لكن في التصميم بتاع باشمهندسه دنيا علي اللي هو النموذج الخامس هنعمل السقف فلات لحد الحيطه المحار. تمام؟ اتفضل يا استاذ. تمام كده نكون خلصنا اول قطع في السقف اللي هو في الجزء بتاع الجبسون بورد، بس ناخد تاني قطع بقى نخليه من الجزء بتاع الجبس وكمان ماشي في الجزء بتاع الخشب. كده او زي ما قلنا الاحمر ده اللي هو بيبقى الخرسانة. احنا هنا بقى في القطع ده هيكون عندنا two levels، الليفل الاولاني بتاع الجبسون بورد والليفل الثاني بتاع الجزء اللي فيه الخشب. فهيبقى عندنا هنا نرسم الاول الجزء بتاع الجبسون بورد وبعدين ناخد السقوط بتاع الجزء الخشب. زي ما قلنا ان سقوط الجبسون بورد 20 سنتي والسمك بتاعه 2 سنتي اللي هي تبقى 20 عشان بالملي. هنغير برضو اللون بتاعه، نخلي الخط بتاع السقوط باللون الاخضر، نخلي الخط بتاع السمك باللون تاني. هنا بقى في الجزء بتاع الجبسون بورد هنا عندنا بيت النور، فهيبقى عندنا الجزء بتاع المراية الخارجية والمراية الداخلية. بس ما عندنا شكرا لحضوركم جميعا ورشة رمضان 23 للرسومات التنفيذية، المحاضرة الثالثة النموذج الخامس الجزء الأول. في انتظاركم إن شاء الله الفيديو اللي جاي الجزء الثاني من النموذج الخامس.